السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نحن يا سادس في الوحدة العاشرة، واليوم سنبدأ بدرس جديد، والوحدة عنوانها مواقف مشرقة. قبل أن نبدأ بالدرس، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم، صدق الله العظيم. فهذه الآية تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه في جميع الأمور. فالصحابة عندما كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام سمعوا منه القرآن الكريم والسنة النبوية وقاموا بتطبيقها بشكل صحيح، فيجب أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة الكرام. ومن المواقف التي استشار فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما استشار أبا بكر رضي الله عنه عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، وأيضا استشار أصحابه في غزوة بدر، واستشار أصحابه أيضا في غزوة الخندق عندما أرادوا أن يحفروا خندقا حول المدينة المنورة. فهذا يدل على أهمية الاستشارة فيما بينهم إذا واجهتهم مشكلة أو طرأ عليهم أمر طارئ. إذن الدرس هو عبارة عن مواقف من الصحابة رضوان الله عليهم وكيف أنهم اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن عنوان الدرس: موقفان من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. نبدأ بالموقف الأول. لحق عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنهما أيام خلافته يوما، فأدركه وقد دخل بيتا فقيرا، فمكث هناك مدة ثم خرج. فدخل عمر البيت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقال: يا أمة الله، من الرجل الذي خرج الآن؟ قالت: والله إني لا أعرفه. فقلت: فما يفعل؟ فقالت: يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب. فبكى عمر وقال: والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. إذن هذا الموقف من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان خليفة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي كان يعتني بها كانت عمياء، فلم تعرف أنه كان خليفة للمؤمنين. ولكن لماذا لحق عمر بن الخطاب أبا بكر؟ تفضلي يا سلمى. أحسنتي، لأنه كان كل يوم يذهب إلى نفس البيت ويرجع في اليوم الآخر فيذهب إلى نفس البيت. فإذا تساءل عمر عن سبب خروج أبي بكر إلى هذا البيت كل يوم، فراقبه ثم سأل المرأة العجوز ماذا يفعل، فقالت له أنه يقوم على خدمتها ويطبخ عشاءها وينظف قدورها ويجلب لها الماء ثم يذهب ويأتي في اليوم الآخر ويفعل نفس فعلته. فماذا فعل عمر؟ أحسنتم، بكى. لماذا؟ لأنه شعر بثقل المسؤولية الملقاة عليه عندما سيختاره الناس خليفة للمؤمنين، فقال: والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. لماذا قال هذه الجملة؟ تفضل يا حسام. أحسنت، لأنه يحبه وهو قدوته في الحياة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يتبع هذه القدوة في كل أعمالها فسوف يتعب في ذلك. ما معنى لحق؟ تفضل يا أحمد. أحسنت، لحق بمعنى تبع. إذن لحق بمعنى تبع. ما معنى أدركه يا سلمى؟ أحسنتي، أدرك بمعنى وصل إليه. ما معنى مكث؟ تفضل يا عمر. رائع، مكث بمعنى بقي، أي أنه بقي هناك مدة ثم خرج. ما معنى حولها عندما قال: فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار؟ ما معنى حولها؟ تفضل يا ميرا. أحسنتي، حولها بمعنى أحاطوا بها.
عندما ناداها عمر فقال: يا أمة الله، ما المقصود بهذا التعبير؟ تفضل يا راشد. أحسنت، أمة الله هي مؤنث لتركيب عبد الله، وتقال لمن لا يعرف اسمها، أي أنني لا يعرف اسمها، أي أنني إذا أردت أن أنادي أحدا ولا أعلم اسمه، إذا كان مذكرا أقول يا عبد الله، وإذا كانت مؤنثة أقول يا أمة الله. ما معنى قدورنا وينظف قدورنا؟ أحسنت يا سلمى، قدور مفردها قدر، وهي وعاء للطبخ. إذا العبرة المستفادة من الموقف: أولا إخلاص وتواضع الخليفة، وثانيا القيام على خدمة الفقراء، فقد كان الخليفة متواضعا عندما قام بخدمة المرأة العجوزة العجوز العمياء، وثانيا قام بخدمة الفقراء والاعتناء بهم، فهو كان خليفة للمؤمنين. ننتقل للموقف الثاني. لما حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوفاة، أوصى ابنه الحسن فقال: يا بني، اجعل نفسك ميزانا ما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وقال: يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبعد عنك عندما تكون أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. إذن هذه عبارة عن وصية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ابنه الحسن. فلما شعر علي بن أبي طالب أن الوفاة اقتربت منه، أوصى ابنه الحسن: ومن هذه الوصايا أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوا، وأن لا يقول ما لا يعلم وإن كانت معلوماته قليلة. وأيضا أوصاه بعدم مصادقة الأحمق والبخيل والكذاب، فلماذا نهاه عن مصادقة الأحمق يا حسام؟ أحسنت، لأن الأحمق لا يحسن التصرف، فإذا أراد أن ينفعه سيضره. لماذا حذره من مصادقة البخيل؟ تفضلي يا ليلى. أحسنت، لأنه عندما يحتاج إليه سيبعد عنه، لأن البخيل لا يحب إنفاق المال. وحذره أيضا من مصادقة الكذاب. لماذا يا محمد؟ أحسنت، فهو كالسراب، أي أنه سيكون كاذبا في نصائحه وفي علاقته معك، فسيقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. ما معنى حضرت الوفاة؟ لما حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوفاة، ما معنى حضرت يا آية؟ أحسنت، أي اقتربت منه. ما معنى استقبح يا محمد؟ أحسنت، أي بمعنى استهجن واعتبره قبيحا، أي الذي تستقبحه من الناس يجب أن تراه أنت قبيحا وتستهجنه. ما معنى إياك عندما قال إياك؟ تفضلي سلمى. رائعة، إياك بمعنى أحذرك. ما معنى مصادقة؟ تفضلي يا ميرا. أحسنت، مصادقة بمعنى إخلاص في الصداقة. ومن هو الأحمق؟ تفضلي يا حسام. أحسنت، الأحمق هو من لا يحسن التصرف. ما معنى أحوج؟ تفضلي يا تالا. رائعة، أحوج بمعنى أكثر حاجة. ما
ما معنى السراب؟ مصادقة الكذاب تكون كالسراب. ما هو السراب؟ تفضلي يا أمل. أحسنتي. السراب هو سراب الصحراء، وهو ما يرى من بعيد كأنه ماء بسبب انعكاس الشمس، أي أن صداقتك مع الكذاب ستكون كذبا وخيالا كالسراب الموجود في الصحراء، فسيكون كاذبا معك في جميع النصائح التي سيعطيها إياك. إذا ماذا نستفيد من وصية علي بن أبي طالب لابنه الحسن؟ تفضلي يا سارة. أحسنتي. أولا، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ثانيا، لا تقل ما لا تعلم. ثالثا، احذر من مصادقة الأحمق والكذاب والبخيل. نستطيع أن نلخص الأفكار العامة في الدرس كالآتي: في الوصية الأولى أو في الموقف الأول، إخلاص وتواضع الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحرص على القيام بخدمة الفقراء. أما وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أولا، معاملة الناس كما تحب أن يعاملوك، عدم قول ما لا تعلم، عدم قول ما لا تعلم، والحذر من مصادقة الأحمق والكذاب والبخيل، فالأحمق لا يحسن التصرف، والكذاب سيكذب عليك في كل أمورك، والبخيل الذي لا يحب إنفاق المال حتى لو كنت محتاجا إليه. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة. أطلب منك نقل المفردات والأفكار على دفترك بخط مرتب، ونلتقي في حصة قادمة.